هذه ليست جامعة للشباب، هذا الحدث تجاوز كونه جامعة للشباب، هذا دخول سياسي، هذا رئيس الحكومة يتوجه ويقدم الحصيلة بحضور وزرائه أمام 3500 شاب. هذه ديمقراطية مباشرة. ثانيا، الرسالة الثانية، علاش الدخول السياسي شعاره الشباب؟ لأن احنا حزب المستقبل، وكاين أحزاب ديال الماضي، كاين أحزاب مسجونة وساكنة في التاريخ وفي الماضي. احنا ما عندنا حتى مشكل مع الماضي، نحترمه، ولكن كنعتبروا أن الأولوية الآن هي لبناء مستقبل كبير. الرسالة الثالثة، وبوضوح شديد، أن التجمع الوطني الأحرار برئاسة سي عزيز أخنوش منخرط بحماس، بوطنية، وبتعبئة في المشروع الملكي الكبير للنهوض بالمملكة المغربية في كل المجالات.